خلينا ننقل برضو من محطات كتير هنقف عندها في البطولة دي، ولكن أهم محطة من وجهة نظري دائما تبقى محطة جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي اللاعب رقم واحد في تاريخ النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي اللي قدمت صورة مهمة جدا أشعلت حماس لاعبي النادي الأهلي لدرجة شفنا لعيبة بتدي هدايا للجماهير، ولكن في النهاية دورها دائما وأبدا على مدار التاريخ هي اللي بتوقف النادي الأهلي وقت ما يكون ليه وقع. لكن زي ما بنقول لجيل ورا جيل، انقل البلاس 90 وانقل روح الفانيلا الحمراء وانقل شعورك بثقتك انك تقف على منصة التتويج، كمان في أجيال أخرى وأطفال بنشوفها بيكون عندها نفس الحماس نفس الشغف نفس الحب للنادي الأهلي. والله كلمة الحب أقل كمان من الفيديو اللي هتشوفوه للطفل ده اللي يعني أثر فيا بشكل كبير جدا عاطفيا، لأن ده حب وانتماء للنادي الأهلي. أي كلام هقوله قبل ما تشوف الفيديو بالتأكيد أقل بكتير من اللي هتشوفوه من الفيديو. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هنكسب هنكسب يا الله. أنا عاشق حتى البكاء، دي مش بيقولها كاظم بقى، دي بيقولها عمرو الطفل الجميل عمرو اللي كانت دموع الفرحة مالية عينيه وهو بيشوف النادي الأهلي. وأحلى كلمة قالها بعد الفوز بالبطولة الحمد لله. وعشان كده إحنا محتاجين نكلم عمرو ومحتاجين نكلم والد عمرو الأستاذ طه الحسيني، طبعا هم جماهير النادي الأهلي اللي حضرت. إزيك يا عمرو؟ اسمح لي يا أستاذ طه بقى أسلم على عمرو الأول لأن هو اللي خطف قلبي. إزيك يا عمرو؟ ليش يا استاذ عمر؟ عمر طب ازيك يا عمر؟ ازيك يا عم عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كويس الحمد لله. كنت متوقع بقى ان احنا هنجيبك النهارده كده بعد اللقطه اللي شفناها لك في المدرج دي؟ الصراحه لا. طب ايه رايك بقى في المفاجاه الحلوه دي؟ وايه رايك بقى وانت قاعد كده قول لي بقى ايه اللي كان بيخليك تبكي او تعيط واحنا لسه في اللحظات الاخيره من الماتش؟ اللي خلاني اعيط كنت قلقان الاهلي يخسر وهيضيع السوبر انا عيطت. طب واستاذ طه بقى انت قلت له ايه بقى وقت اللقطه دي؟ كنت انت قلقان برضو ولا كنت واثق ان النادي الاهلي قادر يرجع؟ هو فكره بص هو انا قلت حاجه غريبه جدا، انا قلت انا حلفت من غير حتى ما اقول كلمه ان شاء الله، ما اعرفش هي طلعت ازاي، ما قدمتش المشيئه. انا قلت له والله هنكسب، قلت له والله هنكسب. وبعد كده حصل، انا في الجمله دي كانت في الضربه الخامسه، هم سجلوا الضربه الخامسه، وفي الضربه الخامسه بعدها دخل اكرم حط السته وهم ضيعوا في السته، فكانت حاجه لا اراديه كده، فبصوره فبقول له يا عمر، قال لي الحمد لله، فقلت له بتقول ايه؟ قال لي بقول الحمد لله. الحمد لله دايما. فكانت لحظه صراحه جميله واحنا بنشكركم والله على الفرصه السعيده ديت ان انتوا خليتونا جزء من البرنامج. اتفضل. انتوا جزء اصيل اكيد، وكل جمهور النادي الاهلي كله جزء اصيل، ولكن انا حابب اكلم عمر. اولا انا بحييك على فكره الانتماء اللي انت زرعته في ابنك ده، وفكره حب كيان زي النادي الاهلي هياثر في شخصيته وعقليته لحد ما يكبر. بس انا عايز اقول لعمر البطل بالنسبه لي، عمر هو بطل المشهد اللي انا بجد سعيد وفخور بيه، وحابب اقول له ان عمر احنا الكبار بنتعلم منك. فعايز اقول لك انت قول لنا كده، كلمنا وعايزك تفك كده وتحكي لنا ايه اللي انت بتحبه تحديدا في النادي الاهلي، ايه اللي يخليك توصل لمرحله انك تعيط عشان الصراحه محب النادي الاهلي فريق يعني بحب اشجعه ودايما بيكسب وبيلعب المكسب، ولو خسر ازعل بس رياضه فوز وخسر عادي. انت عندك كام سنه يا عمر؟ 8. ما شاء الله. طب انت حضرت بطولات كده 8 رقم السوبر. طب بص يا عمر، دي هديه مني ليك على الهواء، وان شاء الله الاستاذ طه تتواصل مع الاعداد ليك تيشيرت النادي الاهلي مني هديه من البرنامج كمان انا وفادي. الله يكرمك يا استاذ سامي، اول ما تنزل ان شاء الله مصر تتواصل معانا، ودي اقل حاجه نقدمها لعمر ويكون موجود معانا. لا ربنا يكرمكم.
احنا بنفرح بيكم وبنشوف الاهلي من خلالكم، وهو دايما مجمعنا يعني. ربنا يكرمكم. انتوا فرحتونا، واوعى عمر ما يفضلش بالمشاعر دي. حب الاهلي يا عمر، الاهلي حياه، الاهلي عشق لكل اللي بيحبوه. ومع السنه التاسعه ان شاء الله بطوله السوبر التاسعه يا عمر. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فارس قال جمله مهمه جدا، وهي فكره الانتماء، وده الحاجه الوحيده في الغربة. عمر يعني يعتبر جاي هنا وهو عمره شهر، فهي دي الحاجه الوحيده اللي الواحد بيزرعها فيه، هي فكره لو واحد دور على الانتماء مش هيلاقي اكتر من بلده والنادي الاهلي. برافو عليك. الحاجه اللي ممكن تعلمه وتخليه ياخد منها عادات وتقاليد وحاجات كتير حلوه، ما اعتقدش هنلاقي حاجه غير النادي الاهلي. بالتاكيد مصر فوق كل شيء، وايضا الانتماء الكروي للنادي الاهلي. اكيد اكيد، انت قلت البلد طبعا، وانا يعني شعور واحد كان مغترب 7 سنين وعارف قد ايه كلمه مصر لما بتكون يعني بيسمعها مغترب في الخارج ايه المشاعر اللي بتكون لديه، ما بالك بقى كمان في ماتش فيه حماس ونادي الاهلي بيلعب باسم مصر. احنا بنشكرك يا عمر جدا 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 يا بطل، وكمان بنشكرك يا استاذ طه، وباذن الله نحتفل مع بعض ببطولات كتير جايه ان شاء الله.